السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما وعدتكم في الفيديو السابق، اليوم بغيت نشارك معكم الخبز ديال الطوست اللي ولا معتمد عندي. جربت وعاود جربت وعاود جربت خبز كيتوني، ولكن هذا الصراحة ما عنده حتى شي بديل، رائع، كيجي كله اسفنجي. هانتوما بقى معايا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. نحتاجو جوج بيضات، غادي نحتاجو معلقه ديال سيليوم، جوج معلقات صغار ديال اللينو او بذور الكتان، جوج معلقات ديال طحين الكوك، شويه مليحه. غندوبو واحد 50 60 غرام ديال الزبده اللي عندي هنايا، جبتها قبيله من الثلاجه، غادي ندوبها. غادي ندير واحد 100 غرام ديال طحين اللوز، اللي اللوز طحنتو بالقشره ديالو خضر طحنتو، غادي ندير به الخبز. و المادة اللي مهمة في هاد الخبز اللي كتعطيه كل كي كنقولو كيجي اسفنجي وكيجي إلاستيك اسفنجي يعني رطب، هو الجلوتين. الجلوتين هو البروتين اللي كان صفيو من السيريال، من الزرع او من القمح او من الشعير او من السميدة، و و و و و هو البروتين صافيه، يعني حيدناها من الطحين، ما كيضرش، سيتون بروتين. طبيعه الحال الناس اللي راها عندهم حساسيه الجلوتين ما كنصحهمش به ياكلو، لان غادي يضرهم، ولكن حميه الكيتو في الخبز كيجي رائع رائع جدا. دونك دوزو معايا لطريقه التحضير. غادي ندوب دابا شويه ديال الخميره ديال الخبز اللي كتجي هنايا على هذا لي ساشي، كنشريها من ميركادونا. درت جهد واحد المعلقه ونص هنايا. غادي ندير العسل. غتقولوا لي العسل ما كيصلحش في الكيتو، بطبيعه الحال ما غاديش ياثر، لان هذا العسل هي اللي غادي تدير لنا تفعل لنا الخميره. الخميره اليابسه ما فيها خاليه من الكرب، اما الخميره المعجونه راه كلها كرب. دونك غادي ندير معلقه صغيره باش تفعل لنا الخميره. هاد العسل ما غاديش تاثرنا على النظام ديالنا، على لاسيتوسيس. صافي غادي نخليه دونك على ما تخمر لينا هاد اولا تفعل هاد الخميره، غادي ندوزو لطريقه التحضير. السر الثاني باش كيجينا الخبز زوين وكيجي اسفنجي، غادي نديرو في الماكينه ونأماسي، يعني نعجنو ندلكو. الا ما عندكمش العجانه ندلكوه باليد ديالنا كي كنديرو المسمن وكي كنديرو الخبز وكي كنديرو. انا غادي نديرو في العجانه دابا وغادي نأماسيه معاكم قدام، لان الجلوتين
الجلوتين ما حدنا كنعجنوه هو كيزيد كيولي بحال المطاط كيبقى كيتجبد هانتوما غادي تشوفوا لا كونسيستنسيا ديالو غادي نديرو هنا هانتوما الجلوتين شتو الجلوتين كي كيولي كيولي بحال السمجه دابا شنو غادي ندير غادي نجبدو كامل وغادي نشكلو على شكل كويره وغادي نديروه يخمر غادي بطبيعه الحال نحيد من هنا الموس باش ما يجرحنيش وغادي نجبد كلشي هادشي الجلوتين عجيب كيبدل العجينه اش غادي نقول لكم وكترا حنايا الناس ديال نظام الكيتو صعيب تجيبي الخبز 100% ولكن هذا الصراحة رائع صافي دابا غادي غير نجمعو هانتوما نجمعو بيدي نديرو على شكل كويرة انا غادي نديرو هنا في هاد الصوينيه درت الكاغيط باش يجيني على شكل خبيزه يعجبني في هاد الشكل بغيتو ديروه في المول طويل يجيكم بحال الطوست كيما بغيتو انا كل مره وكي كنديرو ولكن كنفضل يجيني بحال خبزه غادي نخليه هنا يخمر غادي ندير له واحد هكا دابا غادي نغطيه وغادي نخليه يخمر حتى يتضاعف الحجم ديالو عاد نديرو في الفران دابا غادي نمشي ندي بنتي للكونسيرفاتوار ومن تما ندوز لليدل ونجي يكون هو هذاك وجد واحد الساعه د المكانه كنعطيه الوقت يرتاح حتى كيتضاعف الحجم ديالو كانوا جايبين هميزات بمناسبة سان فالنتاين جابوا هاد السويعات صورتهم لكم ديال البنات وديال الدراري ديال العيالات وديال الرجال الصراحة زوينين ما بينهمش الكاليتي زوينة ما كتشوفوا اللي بغى يديرها هدية في هاد المناسبة علاش لا كانوا هنايا ديك الميلطات زوينين ديال الشتا كيداروا فوق الناموسيات فوق لي صوفا
هادي عجباتني بزاف، هاد ديسبنسادور ديال الليكيدو ديروا فيه لا الكول ولا الصابون ولا في الكوزينه ولا في الحمام، كيجيو زوينين وكيسواو 12 أورو 99. هادو الشيتات ماشي شيتات سنان، هادو اللي كينظفوا السنان كيحيدوا داك الكالك وداك. جابوا الزربيات ديال الحمام زوينين حتى هما من تحت، شتو دايرين ما كيزلقوش، وكانوا كيديروا 8 أورو 99. هاد السلات حتى هما زوينين ديال الحوايج، نديروا فيهم الحوايج ديال الصابون المسخن ولا المقيين، وكانوا كيديروا 8 أورو 99. وهاد الكاخات ديال ستوغاج حتى هما 13 أورو 99، كيجيو جوج، وحده كبيره وحده صغيره، وكيتحلوا من جوج جوان، صراحه زوينين عمليين في ستوغاج ديال المنزل. وهادو سليلات التنظيم في الكوزينه كيجيو زوينين في دوك الكاخات كما كيبانوا في التصاور. هادو دوك المناديل ديال فيليدا، الماركه فيليدا، ميكروفيبرا رائعين. وكانوا هادو ديال كي كنقول حنايا الحكاكات، كانوا جوج ديال الانواع، وحده كبيره وحده صغيره. انا غادي نوريكم من بعد الكبيره، كتجي بزاف ديال لي زاكسيسوار زوينين حتى هما في الكوزينه الصراحه. ها هم ها هي هذه فيها بزاف لي زاكسيسوار، يعني اي نوع بغيتي ديال الخضره او يتقطع بغيتي ديري 8 ديال البياسات فيها. والثمن ديالها كان مناسب جدا، 8 أورو 99، مولتي الريادور فامون. هذه عصاره ديال البرتقال ديال الليمون ديال، وهذه حكاكه روبو. الصراحه كانوا الحويجات ديال الكوزينه زوينه ديال سيلفر كريست. ما ها هو الخبز ديالنا خمر، دابا غادي نديرو في الفران، غادي نديرو لمده 45 دقيقه بالدرجه ديال العافيه مهيله 50 درجه، غادي نخليه 45 دقيقه كيطيب. هذا هو السر، علاش؟ لان جربته بزاف ديال المرات، درت له العافيه من الفوق ومن التحت، وكنعطيه درجه الحراره طالعه ل 150، كيبدا كيتنفخ 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 كيتنفخ، ومن بعد كيتفش. دونك الطريقه الوحيده والممتازه هي انه يطيب على المهل، وعاد من بعد نطلعوا له الحراره 15 دقائق باش يتحمر كامل ويجي كروستيه. ها الخبز ديالنا كيطيب، طلع تبارك الله. دابا سالا 45 دقيقة، دابا غادي نشعلو عليه، شعلت عليه من الفوق ومن التحت، عطيته 150 درجة، هانتوما من الفوق ومن التحت، وغادي نخليوه 5 حتى 10 دقائق على ما يتحمر صافي ونحيدو. ها هو الخبز ديالنا طاب، عجبتو من الفران، غادي نخليه تا يبرد ونقطعو معاكم. نقرمل غادي نقطعو معاكم. هانتوما هانتوما كي كيجي، شتو رائع، اسفنجي هانتوما، ها غزال زوين بحال السفنج. دابا باش ما بغيتو ترافقوه ترافقوه، انا كاردو هو بغيتو دهنوه بزبيده، دهنوه بزويته بلديه مع بريري داتاي زويتنات. ها نتوما حيدتو الشوك ديال الخبز، وكيجي غزال 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 غزال، من ما تصوروش شحال رطيطب وشحال مفشفش، صحي لو كارب، اش غادي نقول لكم.
والى هنا الفيديو جاء على النهايه ديالو، نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، راه ما غاديش تندموا عليها. نتمنى تشيروا الفيديو بلايك وتشتركوا في القناة، نكونوا شاكرينكم بزاف بزاف. شكرا على المشاهدة، شكرا على المتابعة الناس القديمة والناس الجديدة في قناة طاولة الطبخ مع لطيفة وسعيدة. وإلى هنا نخليكم في أمان الله، مع السلامة.